من غير ما تقولوا وتلتوا تقولوا للحسن اهدم بطوا هاتهم عالشاشة يتحطوا والنعمة اتخلقوا كده دوتوا عزمي وأشجان عزمي وأشجان عزمي وأشجان عاملين قلبان عزمي وأشجان عاملين قلبان دول جبني انس وعصص بنس وبالقشل جبني وشاكي شان لا كمال وشادية ولا نور وبوسي أشجان وعزمي لأ دول خصوصي وأنجلينا وبيت كان ده كان زمان عزمي وأشجان عزمي وأشجان عاملين قلبان عزمي وأشجان عاملين قلبان دول جني إنس وعصص بنس وفي القشل جني وشاكي شان في الدنيا بص شوف كم بطن مخلفة إنما أشجان وعزمي دي دماغ متكلفة مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة بصين اتجمعوا والحب اللي انتصر ده هو بنطلون أشجان تبقى الخسار عزمي وأشجان عزمي وأشجان أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري كليني على العشاء اخي عليك يا عزمي بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة ده الحب ما بينا اصلي ومش اي بتنجان عزمي وأشجان سديري قابل اللي مش عاجبك ده هدية من أبو زعاف المغري أبو زعاف؟ المغري زعيم أكبر قبائل البدو بشبه الجزيرة العربية تماً مش إحنا قبضنا عليهم؟ لا بجد؟ عايزين ياخدوا الكلب مني إيه؟ الكلب ده بتاعي أنتوا مسرقينه مني يا حرامية وأنا هبلغ البوليس معقولة برضو هتزعل مننا سيادة اللواء مشهور مساعد وزير الداخلية ومدير مكافحة جرائم النصب والاحتيال ولا يهمك يا سيادة اللواء كلب كلبكم وانا تحت امركم انت متاكد يا حسام ان ده الكومباوند اللي فيه العصابه اكتر من متاكد ان حضرتك قاعد جنبي يا امهر باشا هنعمل ايه دلوقتي يلا نهرب بسرعه كنت متوقع انك الا وصغير بس كنتش متخيل انك صغير قوي للدرجه دي اوعى تفتكر ان انت واصحابك عصابه القناع الاسود ممكن تهربوا مني انا المحقق كونان كله يا فكانو اوعى حد يتحرك تقولي قبضت عليهم وانت لسه ما قبضتش عليهم انا ما صدقت اخليها ترد عني دي ابتدت تحط منوكير والله يا حسام ما راكب معاك ابدا هو ايه اللي بس ده انت بتسقط واحده من جامعه الدول يلا يا فندي على مكتبك يا قمر باشا ما يصحش كده حضرتك يا فندم احنا جايين مع بعض هنمشي مع بعض لا انا هرجع لوحدي هرجع بتوك توك الوزاره ده اسمه كلام برضو يا قمر عايز ايه يا حسام عايز ايه مني يا قمر باشا حضرتك زعلان مني يعني طبعا زعلان حقك عليا تلبسني صوت مشهور بيه كده ما حضرتك يا مرشقتنا في عمدان وشجر ووقعتنا في الترعه ايوه بس مش للدرجه دي يا حسام يا فندم اهدى بس يا قمر باشا يعني حضرتك متعود على الحاجات دي حضرتك اخفاقاتك بتتكلم عنك فعلا يا حسام انا اعصابي تعبانه وبخفق بقالي فتره يمكن عشان قلبي بيخفق او يمكن عشان بخفق بيض الصبح افطر بيه لكن الاخفاق ما يبقاش للدرجه دي حسام انا فعلا محتاج اجازه فكره تحفه جدا طبعا يا قمر باشا والله العظيم وانا كمان محتاج جدا ايه محتاج ايه يا فندي تاخد اجازه محتاج حضرتك تاخد اجازه ما تقلقش يا قمر باشا الشغل انا هشيله على راسي والله العظيم ما تشيلش اي هم يا فندي انت كبيرك تشيل دمبل تشيل حديد لكن الشغل ده تقيل عليك ثم انا ضميري مش هيبقى مرتاح وانا بعيد عن الشغل بالعكس يا قمر باشا ده اكتر وقت هيبقى ضمير حضرتك مرتاح فيه جدا يا قمر باشا ارجوك يا فندم خد اجازه وما تشيلش هم خالص والله العظيم يا قمر باشا حضرتك بقى تروح تقعد على البحر تقول افيهات للسمك السمك يضحك ترد عليه تضحك والبحر يضحك وتبقى سعيد خد اجازه يا قمر باشا لا 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 ابدا دي برهمه عقليه
ارجوك يا امهر باشا. لا 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 ابوس ايدك. لا حسام ارجوك خد اجازه. لا, لا يا حسام لو بتحب مصر لو قلبك على الوطن حسام ما تضغطش عليا بام الدنيا لكن اها سلامتك. العجله مفسيه واضح انكم مسافرين وعلى عجله من امركم يا ريت تنفخوا العجله عشان ما تضربش منكم في السكه. ما شاء الله يا فندم حضرتك لماح جدا الف شكر. ميرسي جدا يا فندم يعني مش عارفين نشكرك ازاي. ربنا يجعلكم دايما حمى لينا ان شاء الله. يلا يا حاج عشان نلحق العمره. دي عمرة ايه يا حاجة بلبس السواريه دوت؟ دي تقريبا عمرة دبي. انا طلعتها مرتين وكانت لذيذة جدا. نصيحة اخوية مني ليك، في ترفيوم هناك اسمه الشيخ الشرير، هتلاقي مرسوم عليه براد ولونه ازرق، نفحتين منهم هتبقى جمل. اه والله. مع السلامة. ندعيلك ان شاء الله. يا ريت تدعوا لنا في برج خليفة. مع السلامة يا فندم. عمرة مقبولة. يا سلام حسام. يا قمر باشا مات هنا ولا ايه؟ انا فعلا حسام لازم اخد اجازه، اجازه للاستجمام والاستحمام والانستجرام. اه والله حسام استنى حسام، حسام هروح ازاي؟ حسام استنى يا ابني استنى الله يخليك، ده هنا مفيش توك توك واحد. حسام حسام استنى. الجري رياضة بقى برضو. لا لا ما تقلقش مش جهاز كل زمر، ده جهاز كشف المعادن ومن الواضح ان معدنك اصيل عشان كده الجهاز زمر. يا فندم الاوتيل كله نور. اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم. سحبر يا فندم. صباح الخير. معلش اصلي متعوده اتكلم بالهولوغريفي. ولا يهمك صباح النور تحت امرك. لو سمحت كان في حجز شاليه باسم الدكتوره ايام. الاسم الكامل دكتوره ايام؟ ايام السادات علمت الجيولوجيا والفرعونيات الحاصله على دكتوراه في المارش بانس بونزنز والحائزه على جائزه نوبل في تعليب التونه المفتته. يا خبر يا فندم حضرتك نورتينا. عايز واحده من فضلك. ايوه مدام عليا عندنا نزيله واخده جائزه نوبل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، القريه كلها نورت، ده احنا زرنا النبي. هو احنا في ديك الساعه لما نزلقنا يبقوا من العلماء الكبار زي حضرتك كده؟ انا صاحبه قريه البطريق السعيد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيكي. بس يعني هو حضرتك ما جبتيهاش معاكي ليه؟ هي مين دي؟ جايزة موبيل يا اختي، عشان كنا كلنا كده نتسافر مع بعضينا. لا في الحقيقة جايزة موبيل فولت بيها العربية، أصل حضرتك عارفة الطريق طويل قد إيه. حضرتك ما قلتيش اسمك إيه فين؟ عليا سلامانكا. سلامانكا؟ هو حضرتك مش مصرية؟ لا يا اختي طبعا مصرية وأبويا مصري، بس أنا واخدة لقب جوزي هكتور سلامانكا رجل أعمال أسباني كبير أوي 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 أوي. شافني هنا برقص في فرح في البينا هاوس اتهبل عليا، كتب عليا وتصدقي دخلنا قبل العروسة والعريس. بس يا خسارة مات بعدها بثلاث أيام بس، وساب لي بقى اللي انت شايفه ده كله. يعني احنا تحت امرك يا هانم. بح مصر. نعم يا اختي. يعني شكرا لذوقك، بس اعذريني انا بحب اتكلم ويغلي في تعودت. وماله يا حبيبتي براحتك، بحبسك معاكي يا اختي. ماشي بعد اذنك، انا بس كنت محتاجه اروح الشاليه بقى عشان ابتدي ابحاثي وكده. وماله يا حبيبتي، احنا تحت امرك وامر ابحاثك وامر العلم كله. سوارس. لا يا حبيبتي ما تخافيش اسم الله عليكي، ده الحارس الشخصي بتاع جوزي لما اتقتل هو بيطلع في الروح يا حبيب قلبي، وصى انه ما يسيبنيش. مش عارفه ليه حاسه انه هو اللي قتله. سوارس روحات مفتاح 13.
افتح 13 وحضرتك هتحلي انبوبه. بقول لحضرتك عايزه اسكن بسرعه عشان ابحاثي مش هينفع تستنى. دمك شربات يا دكتوره. مفتاح 13 ده مفتاح الشاليه. وحياتك عندي يا غاليه، ده انضف شاليه في القريه كلها، ما بنزلش فيه غير الزبائن الفي اي تي زيك كده. يا تركي روح هات الشنط ووديها مفتاح 13 بتاعت الدكتوره. تمام اتفضل. هو ده تركي؟ هو مدخن بس حبتين؟ شربات. ايه يا ابني انت قاعد كده ليه؟ قوم اشتغل معايا. ما هو انا بقى بصراحه قبطان مش هحفر. انا اسرق، انصب، استغبى، انما مش هحفر قبور. قبور ايه يا متخلف انت؟ قوم اشتغل قبل ما حد يشوفنا. بصراحه بقى مش هقوم، بس انا لما بقعد على البحر كده بيخطفني وقعد يحكي لي ويقول لي. مالك يا عطر؟ في ايه؟ يا ده انا بحبك، مش هم بزعلك يعني، احكي مالك؟ ما انت مش هتسمعني وهتقعد تتريق عليا زي كلهم. قول يا عطر، سامعك. بصراحة قبطان انا بيقعد يجي في بالي كده اسئلة وجودية. زي ايه؟ زي مثلا يعني الغردقة اللي احنا فيها دي اتغردقت ليه؟ ومين اللي غردقها؟ وهل هنفضل ساكتين على الغردقه دي؟ انت فتحت الجرح يا عطر. انا احكي لك على كل حاجه. اولا غردقه دي كلمه مش عربيه. اولا دي بترجع لايام الحمله الفرنسيه. نابليون بونابرت بعد الحمله كان راجع ومعاه الاسطول في عرض البحر بالمراكب وكل حاجه. امسك نفسك، الحكايه صعبه واعمق من كده بكتير. راجعين في البحر الجنود كانوا تعبانين بعد الحرب، شاف المنطقه دي قال لهم انزلوا اتغردقوا. وعشان اكون امين معاك قال لهم انزلوا اتغردقوا، عشان بتكلم فرنساوي نابليون يعني، فاهم؟ واخد بالك؟ لذلك احنا من اول ما جينا هنا لقيت حد بيتكلم عربي. بيتكلموا ايه؟ بيتكلموا عويسي. هي دي الحياه اللي كنت مخبيها عنك. ايوه يا قبطان، انا في الطريق اهو معايا كومبارسات. لا الخطه ماشيه عنب، اول ما نوصل هكلمك. سلام. هيا يا جماعه كل واحد عارف دوره؟ كله تمام. ده برنامج مقالب، يعني كل واحد لازم يعمل دوره بالظبط، مش عايزين نبوظ المقلب. انا اسف يا استاذه، حضرتك ما وزعتيش عليا المشاهد عشان احفظ الجمل اللي هقولها بقى كده واذاكر واجتهد في الشخصيه. جمل ايه يا ابني؟ انت فاكر نفسك في اكس فاكتور؟ ده برنامج مقالب، يعني ما حدش بيتكلم فيه الا النجم. ومين النجم؟ الاستاذ رامز جلال؟ لا رامز مريح السنه دي، ده اخوه حازم. ايه ده؟ ما شاء الله، دي العيله كلها بقى ليها في المقالب ولا ايه؟ طب وهيبقى اسمه ايه البرنامج؟ حازم فرس النهر. نهر؟ نهر ازاي يا استاذه؟ احنا رايحين الغردقه يعني بحر. ما انت جاهل بقى، يعني هو ليالي الانس في فيينا، تصور في فيينا؟ ما تصور في بولاق عادي. يا سلام على الابداع يا استاذه، بس انا ما اتشرفتش بحضرتك. انا المخرجه شيرين عرفه. يبقى اكيد الاستاذ شريف مريح السنه دي. انا اسف يا استاذه اللي ما يعرفك اجهلك. محسوبك علاء الصامت كومبارس متكلم. ده اسمك الرباعي؟ لا يا استاذه، انا اسمي علاء الصامت بس بتكلم. وحضرتك انا اشتغلت مع مخرجين كبار قوي وعملت لحد دلوقتي مسلسلين في الاذاعه، بس للاسف ما حدش شافهم، وشغالين دلوقتي على مسرحيه عرايس. لازم حضرتك تيجي تشرفينا تتفرجي عليه. ماشي ان شاء الله اما نرجع بالسلامه. ان شاء الله. انا قايم فيها بقى بدور القرد جمجوم، بتنطط من اول المسرحيه لاخرها، وبحب الاسد. خلاص بقى، انت هتحكي لي قصه حياتك، ما تحرقليش المسرحيه. سيبني انا لما اروح اتفرج. اقعد بقى مع زمايلك. معلش يا استاذه، بس اخر سؤال ولو فيها احراج ما ترديش عليه. انا همثل مقلب ده بالنضاره ولا من غير نضاره؟ انت لو ما قعدتش هقلب لك النضاره دي لانسز. ماشي. ايه يا فندم اللي حضرتك بتعمليه ده؟ الارض باظت. بس يا جاهل، انت هتفهم في القشره الارضيه اكتر مني. العفو يا دكتوره، بس ما بسش. من فضلك سيبني انقذ الارض من الدمار اللي هيحصل لها. يلا تزاح زح يا فندم. يعني هوينا بالهيروغليفي. ايه يا دكتوره ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ده؟ هو انت جايزه نوبل بتاعتك دي في الحفر كده تحفري في النجيله بتاعتي؟ انت عارفه واقفه عليا بكام؟ انت عايزاني اشوف نهايه العالم قدام عيني واقفه اتفرج؟ نهايه عالم ان شاء الله. احنا في كارثه يا مدام سلامانكا، في كارثه. نهايه العالم 2012 خلاص. سلامت عقلك يا دكتور، احنا في 2018 يا عناي. ده بحساباتك انت، انما مش بحسابات الاله صباح بل. مين بقى الاله صباح بل يا اختي؟ ده اله النتيجه عند الفراعنه.
الإله سوبابل بيقول في إحدى بارتياته إن الإنسان لما ينسى يقطع ورقة النتيجة بعد ما اليوم يخلص، اليوم اللي بعده ما بتحسبش. يا نسيبتي، ده أنا بنسى أقطع ورق كتير يا دكتور. طبعاً، بصي شوفي حضرتك ما شاء الله طويلة إزاي؟ إن مخك كله واقف لغاية سن 15، بصي السكيرت بتاعتك قد إيه؟ بصي الكم بتاع الجاكيت مأزر إزاي؟ حضرتك مخك كله واقف عند 15 سنة. يا سلام، وانا يعني لو طولت الجيبه بتاعتي العالم مش هيقصر عمره. يا مدام سلامانك، بقول لك نهايه العالم على الابواب. حم حم. وده يعني ايه؟ لا ده انا بكح. من فضلك يا مدام سيبيني اشوف شغلي وسيبيني انقذ العالم والبشريه. مش على حسابي يا حبيبتي، مش على حسابي. هو انت لما تنقذيني العالم البشريه بقى هتصلح لي النجيله؟ روح عندها البوليس. العقيد بديع خيري من مباحث الغردقة. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه السرعة دي؟ اقبض عليها حضرة الضابط. لا انا مش جاي علشانها، انا جاي علشان المجرمة زعيمة العصابة صاحبة القرية الذكية دي اللي عايزة تتدارى في انها فاتحة قرية عشان تتاجر في المخدرات. مخدرات؟ مخدرات ايه بس يا سعادة الباشا؟ عرنوس البنجو ده يا هانم لقيناه عندك في الارض. انت فاكره انك هتضحكي على الحكومه وانا فيها؟ خلاص خلاص يا حضره الضابط، المعلومه وصلت خلاص. اخس اخس يا مدام سلامانكا بانكو، ده انت كيفك طلع مهبب. وعهد الله وعهد الله ما اعرف عنها حاجه، وعهد الله يا دكتوره ما اعرف، وعهد الله يا سعاده الباشا انا ما اعرف. انت عارف المرحوم جوزي هكتور كان بيشد بودره، لكن مالوش في البانجو ده، مالوش والله مالو يا دكتوره. طب بقول لك، وريني وريني انت لقيت المصيبه دي فين؟ قدامي يا مارقه قدامي. اتفضلوا اتفضلي يا دكتوره. تعالي والنبي يا دكتورة انتي قادرة، تعالي. ادي ارضك وادي البنك. بنجو ده ولا شجرة الكريسماس يا هانم؟ اتفضلي. ياه ده بنجو فعلا، ده صنف عالي قوي يا مدام سلامانكا. ده بيسموه بالفرعوني طخ بوم عشان بيضرب في النفوخ. وانا مالي يا اختي بالكلام ده كله؟ انا ماليش دعوه بالمخدرات دي كلها على فكره بقى، والارض دي مش ارضي. ايه ده؟ ثانيه واحده، هو الجهاز ده بيخرف ولا ايه؟ لا ايه ده؟ لا 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 اكيد الجهاز بيخرف، الجهاز ضرب. معقوله؟ ده معناه ان في معادن نفيسه هنا في الارض دي. بعد اذنك يا حضره الضابط احفر في المنطقه دي. هنا؟ ايوه بسرعة شوية يا حضرة الضابط. يا اختي انا مالي، انا يحفر ولا ما يحفرش؟ انا عايزة اروح القرية بتاعتي اشوف شغلي واشغالي. ثانية واحدة بس يا مدام سلامانكا، احفر بسرعة يا حضرة الضابط. ايه ده؟ ثانية واحدة بس يا مدام، استنى بس حضرة الضابط، هل هذا الكوز ده؟ هو ده اللي انا بدور عليه. ده؟ ايوه هات كده. ده كوز حمام الملكة كليوباترا. يعني ايه؟ يعني ده كوز آثار؟ أمال كوز دول يا فندم؟ طبعًا كوز آثار، ده ذهب عيار 24. حتى بصي. آه ده ذهب فعلًا. أيوه كانت بتستخدمه الملكة كليوباترا لما كانت بتستحمى في الحمام بتاعها هنا على البحر. أيوه فعلًا ريحته شاور جل. كانت بتملى كوز مية وتدلقه على نفسها. يا سلام، بس ما كانتش بتملاه كله، يعني كانت بتملى جزء منه، لان هي ما ينفعش تملاه كله لان هي ملكه اصلا. بقول لك ايه، انا ملكه مالوش باع، ما دام لقيت الكوز في ارضي يبقى الكوز بتاعي. انت بتتملصي من المسؤوليه يا هانم. اتملص ايه وبلبس ايه؟ بقول لكم ايه، دي ارضي والمخدرات دي بتاعتي. يا فندم انا اللي لقيت الكوز على فكره، هاتي. لا يا حبيبتي دي ارضي، ما حدش ياخده. سيبوه سيبوه. اسود والله لا خلي يومكم اسود من السواد. ايش تسووا بارضي يا ملاعين؟ ارضي مين بقى يا اخويا؟ وانت مين ان شاء الله؟ انا الشيخ ابو زعاف المغري، كبير قبيله الدلنجات. وهذه ارضي وهذا عرضي، وبكى عيد اللي هيختصب ارضي. ويلا يا ويلا، وقطع عيد اللي ياخذ رمله ارضي. ويلا يا ويلا، ويلا امشوا من هنا لاخر انذار. لحسن خلي دمكم يصير انهار. استنى بس يا استاذ شفيق جلال، انت ايه اللي يثبت لنا ان دي ارضك؟ اه امسك
انه مسك الخنجر؟ لا. ها هي حجة الأرض. بلاش حجك فرغة يا شيخ فرعون. حجك إيه يا ظابط؟ هذا عقد الأرض. إيه ده؟ ده الورق سليم فعلاً، دي أرضه. يبقى أنت مقبوض عليك بتهمة زراعة بانجو. هذا البانجو كيفنا؟ إحنا ما نأذي حدا ولا نضر حدا. طب يلا بينا بقى احنا يا دكتوره نروح القريه بتاعتنا. ايوه طب وال ولا ايه بس يا دكتوره؟ واحنا لقينا حاجه؟ يلا بينا. انتظروا، وين البانجو يا اللي لقيتوه في ارضي؟ لا البانجو ده انا هرله واشربه لوحدي. والله ما يصير، هذا البانجو بانجوهي، لقيته بارضي وهذا عرضي، ومقطع عيد اللي هاي الشبانكو بأرضي ويلا ويلا، ووفق عين اللي يحفر رملة أرضي ويلا ويلا، ويلا امشوا من هنا آخر إنذار، وكل الرجالة يلا تضرب نار. يلا يلا بينا يلا بينا يا دكتورة. إيه رأيك فيا يا أستاذ؟ يا ابني حضرتك إيه؟ يجي مني؟ لا ده أنت رائع رائع بصراحة. اسمك إيه حبيبي؟ علاء الصابت. وده اسم ولا صفة؟ لا ده ظرف مكان. لا جميل جدا جدا، وأداك واثق من نفسه، وأنا بصراحة أشعرت. طيب أنا عجبتك يا أستاذ وأنا ماسك الخنجر وأداء الغناية وأنا بقول ويلا يا ويلا. حلو قوي قوي قوي، بس الويلة التانية أحلى من الويلة الأولانية بصراحة. طب معلش يا أستاذ سؤال، ولو في إحراج ما تردش عليه، هي فين الكاميرات أصلا؟ لا أنت عارف إن ده برنامج مقالب، لازم الكاميرات تبقى مدارية عشان مصداقية، عشان محدش فينا كل اللي هتشوف ما ينفعش، عشان كل فاخد بالك انت، فلازم هو كده يعني. الله، اول مره حد يقول كلمتين حلوين في حقي. لا ما لازم، انت ابن حلال وتسال كل خير. يلا يلا نشوف شغلك بقى عشان خلاص الموضوع ده. يلا يشيروا في وش السلاح بالمهانه والاستهانه دي، اقسم بشرفي ما اسكت. الو قوات حول من الضابط بديع خيري الى القوات القاتله بالحكمداريه، الارض بها بانجو قاتل. فصل شحن. بقولك يا دكتورة، أنا مش هسيب نصيبي من كوز كليوباترا 50-50 يا أختي. اتفضلي يا مدام سلامانكا. الكوز ما يلزمنيش في أي حاجة يا مدام سلامانكا. رامبخ يعني؟ يعني حلال عليكي. يا دكتورة أيام، أنت طلعتي طيبة أم؟ تصدق أنا ظلمتك. بقولك يا مدام، معكيش شاحن لاسلكي سن مدبب؟ لا يا اخويا. ولا باور تانك؟ لا. ماشي حضرة الضابط، ممكن تديني ثانية بس؟ معيش والله. لا أنا أقصد ثانية يعني أعمل مكالمة. ثانية. ممكن تسمحي لي؟ ألو؟ ميزي من ليفرو؟ بونجور ميسيو. جو فو ألو حمام كليوباترا في الصحراء. عامل كامي؟ 100 مليون يورو؟ اوكي وي مسيو، مع السلامة. خلاص يا حضرة الضابط، انا هشتري الارض من ابو زعاف. ايه هتجري في المخدرات؟ لا طبعا، انا هطلع الاثار اللي فيها. طالما لقينا الكوز اللي كانت بتستحمى فيه كليوباترا، يبقى اكيد هنلاقي حمام كليوباترا، وساعتها هبيعه المتحف اللوفر. وانت فاكرة بقى اني اسيبك تتجري باثار بلدنا، ولا فاكرة انك ممكن تديني رشوة؟ هديك كام؟ 10 مليون جنيه. اتفضل. استني عندك هنا يا اختي، احنا مش اتفقنا انه 50-50؟ بقولك ايه حضرة الضابط، انت ليك عندي 5 مليون. ما انا سبتلك الكوز يا مدام سلامانكا. كوز ايه يا حبيبتي؟ خليهولك يا اختي، ما انا قلت برضو الحدايه ما ترميش كتاكيت. بقى عايزه تحكي عليا تاخدي اثار ب 100 مليون يورو وتديني حته كوز؟ ما انا اصلي سمعت المكالمه. يا عفريته، انت بتفهمي فرنسو؟ طبعا، امال ايه؟ وانا فيها لخفوه. ده انت ست طماعه قوي. ياه بتفكريني بمرات الملك حور محب. على حور محب ليه كده بس يا دكتوره؟ تفكريني باللي مضى. تصدقي بالله انا بموت في حور محب.
ليا كتير ايام دي. يا ما رقصت عليه واتنقطت كتير، الفلوس كانت تنزل كده كده كده. والله يا اخويا بقولك ايه، احنا مش عايزين نضيع وقت يا اختي. احنا عايزين نروح لمزعفه ونشتري منه الارض، بس اوعوا حد فيكو يقول له ان الارض فيها اثار، وبالذات انت، فاهم؟ عيب عليك واحنا تلمس. المهم بقولك ايه يا دكتوره، هنروح امتى لمزعفه؟ أمي لله، هتضيعي فلوسك بكرة ونروح نخلص مع أبو زعيف. بكرة ليه؟ إيه اللي لا دي؟ حلاوتها في حبوتها، وعليا فلوسها دايماً جاهزة. كده يبقى زاغ رو طا. مش مصدق يا قبطان، ندتني 5 مليون جنيه ولا كأنهم 9 مليون جنيه ولا فارق معاها. طب دول هنعدهم إزاي دول؟ وتعدهم ليه يا مغفل؟ بعدين واحدة ست زي دي جالها فلوس متلتلة من الهوا، يعني هيفرق معاها 5 مليون؟ ده احنا لسه بنسخن. لا بس انت اللهم صل على النبي عليك، عاملة نفسك دكتورة آثار ايه ولا الدكتور زاهر حواس؟ وانت كمان والله يا عطا بسم الله ما شاء الله عامل دور ظابط زي القرف. مش فاهمة ايه ده، ظابط من سنة 54؟ ايه بدلة شكر سايحات في رد قلب اللي انت لابسها دي؟ طب انا اعمل ايه يا قبطانة؟ انا رحت لاسمه ايه ده كمال مرعي اللي بيأجر هدوم السيمة، قال لي بدلة الظابط ب 350 جنيه، قلت له معيش الا 250، قال لي دي تاخد بيها بدلة وشرطة، قلت له لا هات دي وخلاص. بيتك هتبوظ العملية عشان 100 جنيه فرق. وانت هتدفع الفرق انت يعني؟ ده انت معفن، وبعدين انت لابس قديم، بتتكلم قديم ليه؟ ما هو انا لما بلبس الملابس بتلبسني الشخصية. ده انا هلبسك الجزمة دي في وشك اقسم بالله. ولا اظبط يا ما تقعدش بقى تقول صدقيني ويا مادموزيل والكلام ده، احنا في 2018 يعني خلاص بقينا بنتكلم بالانجلش. ايه ده؟ الصوت ده مش غريب عليا، وده صوت عزمي. ايوه يا عم الحب، سامعه صوته في كل حته. منين؟ يا حبيبي ابغى بوفتيك مش ترمس ابغى شيء. ايه ده؟ ده الظابط، الظابط استخبى استخبى. هو فين الظابط ده؟ استنى عندك. عرس واشكال عاملين قلبان، عرس واشكال عاملين قلبان، دول جن يا انس وعسى سبنس وفي الاكشن جن وجاكي شان. عرس واشكال لا كمان وشاديه ولا نور وبوسي، اشكان وعزمي لا دول خصوصي، وانجلينا وبيت ده كان ده كان زمان. عزمي واشكان، عزمي واشكان عاملين قلبان، عزمي واشكان عاملين قلبان، دول جني يا انس وعصا سبنس وفي الاشل جني وجاكي شان. الدنيا بص شوف كم بطن مخلفة، إنما أشكال وعزمي دي دماغ متكلفة، مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة. نصين اتجمعوا والحب اللي اتكسر، هو بنطلون أشكال تبقى الكسر. عزمي وأشكال، عزمي أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري، كليني على العشاء. اخي عليك يا عزمي بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة، ده الحب ما بيننا اصلي ومش اي بتنجان.